اهلا وسهلا بكم في قناة عالم هبة. كرحب بكم من جديد. فيديو جديد ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحة والسلامة. وانتم كتشاهدوا كما عودتكم دائما مع جديد الاجهزة والمنظمات والابتكارات الجديدة لتنظيم وتنظيف البيت بكل سهولة. وايضا كاين افكار وحيل كيفاش تغلي الاماكن ضيقة سواء الحمام او المطبخ او البيوت اللي كتكون صغيرة. الفيديو كله افكار واستفادة لك، فخليك مع تتمة الفيديو الى الاخر. وكنتمنى من اللي اول مرة كيشاهد القناة، كنتمنى انكم تشرفوني بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبلة باذن الله. وكذلك ما تنساوش اللايك للفيديو، فهو مهم جدا باش يقدر الفيديو يطلع ويتشاف. وشكرا لكم بزاف بزاف يا اغلى متابعين. كما شفتوا معايا او شفتوا معايا من اول فيديو حتى لدابا، دازوا اشياء اللي هي مبهره للمنازل ديالنا، كيف هذه المساحه الذكيه اللي بواحد مقسمه بواحد القسمين اللي يمكن لك انك تمسحي او تجفي بالاماكن اللي كتكون شويه صعيبه انك تمسحيها. كما كتشاهدوا معايا افكار وحيه اللي غتستفدي منها المطابخ او المنزل ديالك. هاد الاشياء اللي جد سهله الاستعمال ديالها كما كتشاهدوا، وكتوفر لك اي مجهود او تعب اللي كتعبيه في كل يوم. كما شاهدتوا معايا هنايا منظمات ديال الحمام، منظمات اللي هي شبيكه ومنها واحد البلايصه اللي على شكل عرف اللي يمكن لك توضعي فيهم المنظفات ديال الملابس. كذلك هنا ندوزو لهاد المنظمات ديال المطبخ، هذا الرف اللي هو عباره عن ثلاث طوابق اللي يمكن لك توضعي فيهم الاشياء اللي كتستعمليهم في الاستعمال اليومي. كما كتشاهدوا معايا التكنولوجيا الرائعه اللي سهلت علينا بزاف ديال الاشياء، منهم هاد الادوات اللي كتوفر لك المساحات اضافيه في المنزل ديالك. وندوزو للمطبخ، نشوفو معايا هذا المنظم اللي جد رائع اللي يمكن لك تستغليه وتنزلي فيه الخضر والفواكه وغير ذلك، وهو متعدد الاستعمالات. يمكن لك توضعيه حتى في الحمام وتوضعي فيه المنتوجات العنايه بالبشره، المنتوجات ليك ديال التنظيف. فهو كما قلت لكم كل واحد والاختيارات ديالو. وهاد المنظمات اللي كتكون جديده والمبتكره فهي بالتصميم ديالها فهي صغيره في الحجم، هكذا كتوفر لنا مساحات اضافيه. وشفتوا معايا هاد التوشيات اللي جد ممتازه، هكذا كتعلقوها في الحيط او فوق الروبيلي كتوضعوا فيها الاشياء ديال التنظيف. وندوزو نشوفوا هاد المنشار اللي هو على شكل سلم اللي يمكن لك تنشري فيه هكذا الحويجات، فهو ايضا كيتطوى كما شفتوا وما كياخذ واحد المساحه مي كتساليه كتوضعيه في اي مكان، فهو كيولي بحجم صغير. وندوزو نشوفوا هذا المنظم اللي جد مبهر اللي بتصميم ديالو ما كياخذش واحد المساحه نهائيا، هكا كتنزليه في الحمام او تنزليه في المطبخ، كل واحد والاختيار ديالو، فهو متعدد الاستعمالات. كذلك هنايا ندوزو لهاد الشبيكه او العلبه اللي منها شبكه منها علبه ومقسمه لقسمين، هكذا يمكن لك تحطي فيها خضر وفواكه في نفس الوقت كما كتشاهدوا معايا، وعندها واحد الغطايه لانها كتشد باحكام وهكذا كتعطيك واحد الشكل زوين في الثلاجه وكتخلي لك الثلاجه منظمه بشكل رائع. وندوزو لهاد الشطابه او الشيته الذكيه اللي كتشطب واحد الشكل رائع وكتوصل الاماكن اللي كتكون صعيبه توصلي ليها، وعندها حتى انها شيتا هكذا كتحيد لك الخمله اللي كتكون متواجده فيها. وندوزو نشوفو هاد المنظمات اللي جد رائعه بالشكل ديالها ايضا وبالحجم ديالها الصغير، منظمات اللي يمكن لك انك توضعي فيها هكذا التوابل ومتعددة الاستعمالات نتي واختياراتك، يمكن لك توضعي فيها اي اشياء اخرى. وكما كتشوفوا معايا هنايا عندنا المشكل ديال الكركبه ديال المجوره، فهاد الاشياء او توشيات يمكن لك انها تنظم لك المجر، هكا كتقسميهم كتثبتيهم في المجر. كما كتشوفوا معايا هنا كي كان المجر قبل وكي كان من بعد، ففكره جد ممتازه. كذلك هنايا ندوزو لهاد العلبه اللي علبه ديال البيض بالغطايه ديالها كذلك،
كما كتشاهدوا معايا، فعلبة اللي هي جد ممتازة، وأيضا عندها واحد الغلاقة اللي يمكن لك أنك تشديها وتحكمي فيها. كذلك هنا ندوزو لهاد المنظمات ديال الرفوف اللي ديال المطبخ وديال الحمام كذلك، فهي كتجمع بزاف ديال الكركبة. وكذلك هنا عندنا منظمات ديال الملابس، يمكن لكم تحطوا فيها ايضا الاغطية مثل الملايات او الكوفرليات، فعندها واحد الجهة اللي هي شفافة، هكذا يمكن لكم تشوفوا الاشياء اللي باغيين تنزلوا. كذلك هنا شوفوا معايا هاد الاشياء ديال البلاستيكات اللي يمكن لكم هكذا تبتوهم في الكوزينة كما كتشاهدوا معايا او في الحمام، فهو ايضا كتجمع لكم بزاف ديال الكركبة وكتنظم المنزل بواحد الشكل مبهر. فهي اشياء اللي هي بسيطة لكن لها فوائد كثيرة. كما كتشاهدوا معايا مجموعة ديال المنظمات، كل اشياء كل منظم على حسب كل واحد والاستعمال ديالو. فهاد المنظم على سبيل المثال كتشاهدوا معايا يمكن لها دير فيه الميكاب او تدعو كما وضعته هنايا في الحمام، توضع فيه شامبو باندوش. وكذلك عندنا هاد العلاقه اللي جد رائعه، كتبتيها في الباب وهكذا يمكن لك تعلقي فيها الحويجات اللي كتستعملي في الاستعمال اليومي. كما كتشاهدوا معايا شوفوا الفكره ديال هاد التوشيه اللي هكذا كتشد معنا الحاجه، فشي حاجه كتستاهل اننا نتعرفوا عليها وكتستاهل اننا ناخذوا افكار منها للمنازل ديالنا. وعلاش لا، هاد المنظمات راهم خاصين يمكن لكم تاخذوهم وتطبقوهم في الفكره في المنازل ديالكم، فهما على حسب الجوده والمنتوج اللي كل حاجه وبالثمن ديالها. كما كتشاهدوا معايا هنايا منظم ديال الحمام اللي كتوضعوه فوق التواليت مباشره، كذلك شوفوا معايا هاد جيفليكس اللي الشكل ديالو رائع وباشكال اللي هي متعدده، فهو ايضا رائج في الاستعمال ديالو. كذلك هنايا عندنا هاد المنظم اللي جد مبهر للميكاب. وندوزو لهاد اللقطه ديال هاد الفيديو، الاشياء اللي هي روعه، التكنولوجيا الحديثه اللي متصممه بواحد الشكل رائع واللي ما كتاخذش مساحه نهائيا. كما كتشاهدوا معايا افكار اللي هي مدهشه للمنازل ديالنا. شوفوا هاد الفكره ديال هاد التوشيات، فهي فكره جد رائعه اللي هكا كتبتيها وتكون حدا لافابو، هكذا كتكون استعمال ديالها قريب منك كما كتشاهدوا بكل بساطه. وايضا شوفوا الفكره ديال الناس اللي تيكونوا هكا كبارين او مرادين في السن، ففكره هاد السلم جد مبهره، اشياء اللي هي جديده واشياء اللي هي نفعاتنا في الحياه اليوميه. كذلك شوفوا معايا الحجم ديال الممساحه قداش كبير، فبالحجم ديالها كبير وبالشكل والتصميم ديالها انها كتدخل اماكن اللي هي كتكون صعيبه وكتنشف وكتجفف بواحد الشكل رهيب. وندوزو نشوفو هاد الفكرة اللي جد رائعة ايضا بالنسبة للاطفال ديالنا، كيكون عليهم خطورة هاد النوافذ اللي كتفتح، فهاد توشية كتبتيها هكا كتغلق لك النافذة ما يمكن لهاش تحل. كذلك شوفو معايا هاد الاشياء الغريبة، الاشياء اللي دابا خرجات جديدة كما كتشاهدوا معايا، كاينين الحوايج اللي هما تيكونوا مهمين للمنازل ديالنا وما يمكنناش اننا نستغناو عليهم، وكاينين شي حاجه اللي كل واحد على حسب الاختيار ديالو واش يشريها يضيفها للمنزل ديالو ولا بلاش منها. كذلك هنايا عندنا هاد البزيطيم اللي يمكن لكم تضعوا فيه الاشياء هكذا، الورق اللي تيكونوا مهمين او البطاقات كما كتشاهدوا معايا. ايضا هنا عندنا مجموعه ديال العلب اللي هي صغيره، يمكن لكم توضعوا فيها هكا عصير او شي حاجه ديال سلطه ديفروي، يمكن لكم انكم توضعوا فيها اي حاجه، فهي ما كتاخذش واحد الحجم كبير في الساك. كذلك شوفوا معايا هاد الفكره ديال هاد التوشيه اللي كتمنع هكذا بالنسبه للبنات ان العكار يتمسح، ففكرتها جد ممتازه. وندوزو نشوفو هاد الجهاز اللي جد مبتكر بالنسبة للسرقة، فهكذا كتاخديه وكتثبتيه في الباب ديال المنزل او باب الشركة. كذلك شوفو معايا هاد الشيتة الجد رهيبة اللي كتمسح بواحد الشكل رائع جدا كما كتشاهدو معايا. وندوزو نشوفو هاد الجهاز
جهاز ديال مساج العنق، ويمكن لك انكم تحكموا فيه بالسرعه ديال القوه ديال الضغط ديالو كما كتشاهدوا معايا، فهو سهل الاستعمال. وكذلك هنايا عندنا هذا المنظم ديال المناديل، ويمكن لكم هكا تنزلوا فيه الهاتف والتليكوموند. كذلك شوفوا معايا هذا الشبيكه ديال القلي، فهي جد عمليه. وهنا عندنا مشكل فصل الصيف، الحراره اللي كتكون جد مفرطه، فخرجت هذه المروحيه اللي جد رائعه بشكل ديالها الصغر، اللي يمكنك هكا توضعيه في العنق ديالك. على العموم كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، و الى عجبكم ما تبخلوش على اختكم واحد اللايك تشجيع عليه بالاستمراريه، وايضا البارطاج مع الاهل والاصدقاء، واللي مازال ما اشتركش يشترك فضلا منكم وليس امرا. وشكرا لكم على المتابعه ديالكم والدعم، ونتلاقاو فيديو مقبل باذن الله.